أبنائي وبنات الطلبة الطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، وهو المنادى المفرد والمنادى النكرة المقصود. تعالوا نتعرف الأول على المنادى المفرد. يعني إيه منادى مفرد؟ هو كلمة واحدة، يبقى مفرد يعني كلمة واحدة. هو عبارة عن اسم علم لشخص، يعني اسم إنسان أو اسم البلد، مثل يا محمد أو يا مصر. نلاحظ هنا إن المنادى كلمة محمد أو كلمة مصر، وهو حالته الإعرابية يبنى على ما يرفع به. يعني إيه يبنى على ما يرفع به؟ هنشوف دلوقتي في الأمثلة اللي إحنا جايبينها لكم. يا محمد أقبل، حرف نداء يا، والمنادى محمد ونوعه مفرد، ومنادى مبني على الضم في محل نصب، يبنى على ما يرفع به، لأنه بيرفع بالضمة يبقى يبنى على الضم في محل نصب المفعول به. نأتي المثال الثاني، يا مصر أنت أم الدنيا. يا مصر منادى نوعه علم مفرد، وهو منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد. أيا محمدان أقبلا، أين المنادى هنا؟ كلمة محمدان، وهو منادى مبني على الألف في محل نصب مفعول به لأنه مثنى. طيب أم محمدون أقبلوا، أين المنادى؟ محمدون، وهو منادى مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب مفعول به. أيا فاطمات احرصنا على طلب العلم، أين المنادى؟ فاطمات، وهو مبني على الضم في محل نصب مفعول به لأنه جمع مؤنث سالم. نيجي بعد كده ملاحظات. منادى العلم المفرد يبنى على ما يرفع به، يبنى على الضم لو كان مفرد أو جمع مؤنث سالم، يبنى على الألف إذا كان مثنى، ويبنى على الواو إذا كان جمع مذكر سالم. نيجي بعد كده للمنادى النكرة المقصودة. يعني إيه نكرة مقصودة؟ بقصد بها نداء شخص معين، حد معين أنا بحدده في النداء، زي يا طالبه اجتهد، بكلمك أنت يبقى بقصدك أنت، يبقى أنت المقصود بنداء. تعالوا نشوف أمثلة على كده بقى. يا سائقه تمهل، كلم سائق السيارة تقصده بعينه، يبقى هو ده المنادى نكرة مقصودة، وهو مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أي عمال ارفعوا شأن الوطن، عمال هو المنادى وهو نكرة مقصودة، بكلم عمال بحددهم بعينهم، منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، مبني على الضم لأنه جمع تكسير. أي رجلان اعطفة على الفقراء، أي حرف نداء، يبقى رجلان هو المنادى نوعه نكرة مقصودة، وهو منادى مبني على الألف في محل نصب مفعول به. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.